أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. صناع هبتة يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في حضور نجوم الفن. احتفل صناع فيلم هبتة بالعرض الأول للفيلم بسينما جالاكسي بمول العرب بحضور أبطاله عمرو يوسف وماجد الكدواني وأحمد داود ودينا الشربيني وياسمين رئيس وأحمد مالك والطفلة لينا وعدد كبير من الممثلين المشاركين في العمل بالإضافة إلى منتجيه محمد حفزي وهاني أسامة ومخرجه هادي الباجوري وحضر للتهنئة كل من رجل الأعمال نجيب سويرس والفنانة رانيا يوسف وعمرو واكد وإنجي وجدان والإعلامية إنجي علي. أصيب مدير التصوير السينمائي طارق التلمساني بجلطة في المخ. أصيب الممثل ومدير التصوير السينمائي طارق التلمساني بجلطة في المخ أثناء إجراء عملية بالقلب ما أسفر عنها ضعف في البصر حسب ما أكد مصادر مقربة من مدير التصوير. ويركض حاليا التلمساني في منزله بعد أن مكث يومين في المستشفى. ماجد المصري يصور الخانكة بفيلا 6 أكتوبر. يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مشاهد مسلسله الجديد الخانكة والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق المقرر عرضه في رمضان المقبل حيث يصور ماجد مشاهد ديكور الفيلا ب6 أكتوبر. عمرو عبد الجليل عشقي للمسرح جعلني أوافق على فص ملح وداخ. قال الفنان عمرو عبد الجليل إن عشقي للمسرح كان السبب الرئيسي لقبول فيلم فص ملح وداخ. فالفيلم يتناول الكثير من كواليس فن المسرح من خلال قصة هاملت لوليم شكسبير الحلم الذي أتمنى تحقيقه داخل الفيلم فأقوم باستدعاء أصدقائي من أيام الدراسة لأحقق الحلم المسرحي بتجسيد شخصية هاملت. أصالة أصدق كل ما تقوله إليسا مع وفاء الكيلاني لأنها لا تعرف الكذب. أكدت المطربة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها تصدق كل ما تقوله النجمة إليسا خلال اللقاء الذي ظهرت فيه برفقة الإعلامية وفاء الكيلاني. كده بكون انتهت نشرتنا الفنية. كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.